بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا المساق إن شاء الله مساق برمجة قواعد البيانات، سنتطرق إلى لغة جديدة للتعامل مع البيانات وهي لغة BLSQL. BL اختصار إلى Procedural Language، و SQL اختصار لـ Structure Query Language. طبعا هذه اللغة خاصة بشركة أوراكل، وسنقوم بتدريس هذا المساق. بداية نأتي للجزء النظري، من ثم إلى تطبيق عملي باستخدام SQL Developer كما سنتطرق إليه في الجانب النظري. فنبدأ على بركة الله. أهم شيء أنه لدينا عدة كتب مفيدة يمكن للطالب الاستعانة بها كمراجع، بالإضافة إلى عروضات الباوربوينت المسجلة عبر منصة اليوتيوب إن شاء الله. أنا سأقوم باعتماد هذا الكتاب، وفي موقع اسمه Tutorial Point بيشرح البي ال اس كيو ال، ويعد هذا مرجع جيد يمكن الاستعانة به. مقدمة عن البي ال اس كيو ال. قبل أن نبدأ بالبي اس كيو ال، أريد أن أنوه إلى شيء، أننا سوف نقوم إن شاء الله باستخدام ال HR Schema، Human Resources Schema، اللي هي الخاصة بالموظفين، الذي تعاملنا معها في المساق السابق من نظم إدارة قواعد البيانات. طبعاً وكما تعرفنا سابقاً أنها تتكون من عدة جداول وعلاقات بين هذه الجداول، وهذه الجداول كلها خاصة بالموظفين والدوائر الذين يعملون بها، والمواقع والcountries والregions والجوب هيستوري والجوبس اللي التحق بها الموظفين. في هذا الدرس سوف أقوم بعرض ما الحاجة التي دعتنا لتدريس الـ BLSQL، Explain the benefits، فوائد الـ BLSQL، Identify تعريف different type of BLSQL block، وحنبدأ نكتب كود بسيط اللي هو من خلاله نطبع جملة BLSQL أو Hello BLSQL. بداية، ما هي الـ BLSQL؟ كما قلنا سابقا انه BL اختصار لـ Procedural Language، وطبعا الـ SQL هي عبارة عن Structure Query Language. وطبعا احنا اول ما نسمع BLSQL بنعرف انه هذه اللغة خاصة فقط بأوراكل. يوجد لغات تانية طبعا زي اللي هو بالـ PHP ممكن تكتب Procedure أو Function، وممكن بالـ Database Management System زي الـ SQL Server تكتب Transaction وهكذا، لكن إحنا سوف نستعرض في البداية الـ BLSQL ونتدرب كيف نكتب اللي هو دوال وإجراءات معينة داخل الـ Database. طبعا الـ BL هي عبارة عن Procedure Language. الـ Procedure، كلمة Procedure معناها إجراءات، الإجراءات بتحتوي كود برمجي. إحنا تعرفنا سابقاً على الـ SQL كـ Structure Query Language من ناحية الـ DML والـ DDL. طبعاً الـ BL هي عبارة عن دمج ما بين الملف الـ SQL زائد ملف الـ BL اللي إحنا هنتعلمه، ليكون عندنا ملف اسمه BLSQL وكيف بدها تتعامل معه أوراكل من خلال اللي هو الكومبايلر انجن تبعها. طبعا الـ BL هذه SQL بتتيح لك انك انت تكتب بلوك ستراكشر. تمام، بلوك، كلمة بلوك بلغة البرمجة معناها اي شيء واقع بين begin و end. ممكن انت تعمل maintenance للكود، تمام،
such as well-defined structure. Provide procedural constructs such as ممكن تكتب variable, ممكن تكتب constants, ممكن تكتب data type جديد. في عندنا كلغة برمجة هي مكونات يعني لغة برمجة ممكن تكون فيها control structure زي ال if statement زي ال loops. ممكن تبقى فيها reusable programs زي يعني إيش يعني reusable؟ يعني شيء أنت تخزنه داخل الداتابيس وممكن إنه written once and executed many times زي إيش البروسيجر والفانكشن والتريجر اللي إحنا هنتطرق لها قدام إن شاء الله. طبعاً البيئة SQL environment إنه إحنا قلنا إنه في عنا SQL code وفي عنا SQL داخل هذا الكود. يعني إحنا كنا نكتب في الأول جمل SQL منفصلة, الآن حنضيف لها control statements ونضيف لها لغة برمجة تانية بحيث إنه إحنا البروسيجرال ستيتمنت اكزكيوتر حتطبق, لكن الكود تبع الاس كيو ال اوريدي بنبعت لاس كيو ال اكزكيوتر داخل الداتابيز سيرفر. ايش يعني؟ يعني احنا عندنا بدل ما كنا زمان نبعت كل جمله اس كيو ال لوحدها للداتابيز سيرفر, اليوم احنا ممكن نبعت فايل بي ال اس كيو ال يبعت مره واحده ومن خلاله بقوم الكومبايلر او الاكزكيوتر ياخذ جمل الاس كيو ال ويطبقها ويرجع لنا اياها. بدل ما نعمل مالتي تاسك صرنا نعمل تاسك واحده وسهل علينا التعامل مع الداتابيس. طبعا اللي هو عباره عن انتجريشن مع الاس كيو ال, وهذا بيعمل امبروفد للبرفورمانس زي ما قلنا توي. احنا كنا زمان نكتب على اس كيو ال ديفلوبر جمله اس كيو ال 1 اس كيو ال 2 اس كيو ال 3 كلهم منفصلات عن بعض. اليوم احنا صرنا نبعث للسيرفر بدل ما نبعث له اكثر من ريكويست, صرنا نبعث ريكويست واحد وهو لحاله بيقوم بفصل البي ال لحال والاس كيو ال لحال بيطبقهم بيطلع عليه الريسبونس اللي انا طلبته. تمام, وهذا ايه بزيد البرفورمانس لانه السيرفر ببطل عندي مشغول زي ما كان في الاول وتكون الداتابيس سيرفر داون. بنفيتس فوائد ثانيه, في حاجه بسموها مودرلايز بروجرام ديفلوبمنت, سهل ان نطور البرامج. انتجريتد ويز اوراكل تولز بروبابيليتي, سهل انك تنقله, سهل التعامل معه مع اي تول من اوراكل من خلال الفورم او الاي دي اف اللي احنا هنتعرف عليها في مراحل متقدمة إن شاء الله. ممكن تعمل exception handling في حالة إنه كان عندي جملة الـ SQL بتطلع error أو بترجعش ملفات أو whatever, فممكن إنه إحنا نطلع exception handling وهذه كانت غير متاحة في الـ SQL العادية. يعني إحنا بنقدر نقول إنه هنا advanced من يعني advanced language للتعامل مع الـ SQL. نبدأ نشوف كيف تتكون لغة البرمجة. البي ال اس كيو ال البلوك بتكون عندي زي ما انت شايف بالشكل هذا. في عندي اللي هو سيكشن, السيكشن الاول في عندي ديكلير وقايل لك انا او اوبشنال, يعني ممكن انت تعرف فيريبل, تعرف كيرسر, تعرف يوزر ديفايند اكسبشن, هذول اللي حنتعامل معاهم ان شاء الله. انت لو ما عرفتوش بيشتغل البرنامج. في عندي بيجن واند, هذول مانداتوري. مانداتوري يعني اجباري انك لازم تكتب بيجن واند. في عندي هنا البروسيسنج بارت وفي عندي الاكسبشن بارت. اكسبشن في حاله كان عنده اي ايرور يقدر يعمل هاندل للاكسبشن اللي موجود في البروسيس اللي فوق. طبعا هنا بنكتب اس كيو ال ستيتمنتس عادي وبنكتب بي ال اس كيو ال ستيتمنت. بالنسبه للبي ال اس كيو ال بلوك اللي احنا تكلمنا عنه له ثلاث انواع متعارف عليها. النوع الاول بسموه انونيمس بلوك. انونيمس يعني ملوش اسم وهو عباره عن كود يطبق وانس, انه بتكون في قلب الذاكره تقدرش تخزنه في الداتابيس. يعني كل ما انت بتحتاج تطبق هذا الكود بتروح بتعمل له كومبايل وران من جديد. تمام, في عندنا حاجه اسمها بروسيجر اجراء, هذا ممكن انه يكون عباره عن كود بتطبق مره واحده وتخزينه داخل الداتابيس كاوبجكت. وبرضه في عندنا الفانكشن. اذا احنا عندنا ثلاث انواع, الانونيمس بلوك وعند البروسيجر بلوك وعند الفانكشن بلوك. طبعا الاستراكشر كلها نفسهم لكن الاختلاف انه هنا في بروسيجر وله اسم انه انا بدي اقدر انا استدعيه. في عندي البروجرام كونستراكت, في عندي تولز كونستراكت تولز,
في عندي انومالز بلوك، وفي عندي ابلكيشن بروسيجر اور فانكشن ممكن احنا نستخدمها، في عندي ابلكيشن باكج ممكن تعمل كل البروسيجرات جوا باكج، وفي عندي حاجه بسموها ابلكيشن تريجر، في عندي اوبجكت داتا تاب. هذا على مستوى مين؟ على مستوى الابلكيشن تبع ايه؟ تبع الداتابيس. هذا على مستوى الداتابيس سيرفر. داتابيس سيرفر في عندي انومالز بلوك ممكن تطبقه، لكن كل ما انت عاوز تطلع الاوتبوت راح تعمل له كومبايل ورن مره ثانيه. في عندي حاجه بسموها ستورد بروسيجر اور فانكشن، ستورد باكج، داتابيس تريجر، وفي عندي اوبجكت تايب. اذا هذا على مستوى الابلكيشن، وهذا على مستوى الداتابيس، الداتابيس سيرفر. طبعا هنا بقول لك انه انا ممكن اكتب الكود زي ما انت شايف هنا داخل حاجه بسموها اس كيو ال بلس، لكن احنا بنتعامل مش مع اس كيو ال بلس، بنتعامل مع ايه؟ مع اس كيو ال ديفلوبر. طبعا انا بقول لك طلع على البرنامج هذا، ديكلير، عرف فيريبل معين. طبعا هذا نوع داتا تايب احنا تعرفنا عليه سابقا وحنتدرب عليه اكثر من مره. اف نيم، بيجن، سيلكت، اختلفت الجمل، طلع جمله الاس كيو ال، اختلفت، صار عندي حاجه بسموها انتو، كيف نتعامل معاها، فروم امبلوي، وطلع لي النتيجه. تمام، اول حاجه احب انوه لها انه انت لما بتتعامل مع البي ال اس كيو ال تتعامل مع سيرفر لاوراكل، فبتحتاج انه الداتابيز مانجمنت سيستم سيرفر يعمل ايش؟ اوتبوت. ففي جمله لازم نكتبها اسمها set server output on، تفعلها كل مره انت حتكتب جمله للطباعه، على سبيل انه انت حتطبع على السيرفر. وهذه ايه؟ تتكون set server قبل ما انت تبدا تعمل declare begin end، بتحط set server output on، وبتكتب داتابيز مانجمنت سيستم، طبعا هذه باكج دوت بوت لاين بوت اندرسكور لاين، وبتكتب النص اللي انت بدك اياه زي ما احنا تعلمنا باللغات الثانيه، وبتو هنا كونكاتينيشن مع مين؟ مع المتغير اللي انت بدك اياه. هذا ان شاء الله محاضرتنا لليوم، وان شاء الله يعني حنتعرف على الجانب العملي لها بالمحاضرات القادمه باذن الله. أتمنى أن تكونوا بخير، وهذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.